بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة آل عمران. الدرس التاسع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قوله تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. هذه الآيات الكريمة في سياق الآيات التي نزلت في غزوة أحد وما جرى فيها من العبر والعظات العظيمة. من جملة ما جرى فيها ما ذكره الله في هذه الآية: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان. تولوا يعني انصرفوا عن القتال في وقعة أحد، مع أنه لا يجوز للمؤمن أن ينصرف من القتال. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ولكن هؤلاء تولوا لسبب خارج عن إرادتهم، وذلك لما اشتد القتال على المسلمين وأشيع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قتل، اشتد الخطب على الصحابة وذهلوا. وذكر الله عنهم قبل هذه الآية: لتصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم. فالذي حصل في هذه المذكور في هذه الآية، قيل إن المراد به الذين نزلوا عن الجبل الذي وضعهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، خالفوا أمر الرسول ونزلوا ظنا منهم أن المعركة قد انتهت ولم يبق إلا جمع الغنائم، فنزلوا رغم أن قائدهم ورئيسهم ذكرهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتركوا الجبل سواء انتصرنا أو هزمنا. لكنهم نزلوا ولم يلتفتوا إلى قول قائدهم، فكانت تلك مخالفة سجلها الله جل وعلا عليهم. فهم المعنيون في هذه الآية: إن الذين تولوا منكم، أي نزلوا عن أماكنهم التي أوقفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل المراد في هذه الآية: تولوا منكم يوم التقى الجمعان، هو المذكور في قوله تعالى: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، وذلك حينما اشتد الخط وأشيع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل، أهاموا على وجوههم لا يلتفت بعضهم إلى بعض، وكان الواجب عليهم الثبات مع الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن أشيع أنه قد قتل، ولو علموا أنه لم يقتل لثبتوا معه صلى الله عليه وسلم.
وقيل إنها نزلت في قوم فروا إلى المدينة، في قوم من الصحابة فروا إلى المدينة لما ادلهم الخطب وشاعت الشائعات في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل، وقتل من المسلمين، استشهد منهم 70 شهيدا. عند ذلك ظنوا أنهم لم يبقى لبقائهم فائدة، فهربوا إلى المدينة ليتحصنوا فيها. فهذه أقوال، والآية والله أعلم تشملها كلها في أنها نزلت في الجميع، في الذين نزلوا عن الجبل، وفي الذين فروا مصعدين لما اشتد الأمر ولم يثبتوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي الذين هربوا إلى المدينة. فالآية عامة: يوم التقى الجمعان، أي جمع المشركين وجمع المسلمين في أحد. إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. بين الله جل وعلا أنهم لم يفعلوا ذلك نفاقا، ولم يفعلوه من باب القنوط واليأس من النصر والعاقبة الحميدة، ولكن الشيطان هو الذي استزلهم، أي أوقعهم في الزلل. فهذا فيه تعذير لهم من الله سبحانه وتعالى، وبيان أنهم لم يفعلوا ذلك عن نفاق كما فعل المنافقون في هذه المعركة، الذين ذكر الله أقوالهم وأفعالهم. فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا هذا نفاقا، وإنما فعلوه زلة استزلهم بها عدوهم الشيطان. ثم إن الله جل وعلا طمأنهم فقال: ولقد عفى الله عنهم. فهذا فيه تطمين لخواطرهم، وأن الله سبحانه وتعالى لم يؤاخذهم، وأنه غفر لهم وعفى عما حصل منهم لفضلهم وإيمانهم، صحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال جل وعلا: إن الله غفور حليم. ختم الآية باسمين من أسمائه الحسنى: غفور، أي كثير المغفرة، ولذلك غفر لهؤلاء الصحابة. فالله جل وعلا حليم على عباده، لا يعاجل بالعقوبة، ولكنه ينظر المؤمن ليتوب ويستغفر ويندم، ويمهل الكافر والمنافق لأجل أن يزداد من الإثم. فالله جل وعلا غفور للمذنبين، حليم على العصاة، لا يعاجلهم بعقوبته، ولذلك لم يعاجل الصحابة الذين حصل منهم ما حصل من الخطأ، لم يعاجلهم بالعقوبة. فهما اسمان كريمان من أسماء الله، يتضمنان صفتين عظيمتين من صفاته، هما المغفرة والحلم. نسأل الله عز وجل يوفقنا وإخواننا المسلمين لصالح القول والعمل، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.